واش الدراري، السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري، في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الجيم جديده اللي سميتها سوشي جيم، كاينه في الافالانش نيتورك. هذا الجيم نقدر نقولوا انها شبيهه ديال البيتزا. اللي ما عارفش بيتزا هي واحد الجيم تقريبا كانت في الشهر اللي فات ومشات مزيان، يعني من ناحيه الان اف تي تبعو مزيان وحتى من ناحيه التوكن ديالهم كان مزيان. فنقدر نقول ان واحد النسبه ديال 60% هاد الجيم تاهي تمشي مزيان تقريبا، حيت غادي نفس السيستيم تقريبا، غنلقاو واحد التشابه. مهم في هذا الفيديو الدراري غادي نهضروا على الجيم ونشوفوا البلان ديالها، وغتكون واحد كيف هو على ان اف تي من هاد الجيمز هادي، من هاد الجيم هادي الان اف تي. الدراري غنعطي لكم حتى تلونس الجيم، يعني وقيلا غدا ولا بعد غد، غدا غادي تلونس الجيم. المهم الدراري ما تنساوش لايك وكومونتير الفيديو، ونمشيو نشرحوا اول حاجه نبداو بها اللي هي هي الكوميونيتي ولا السوشيال ميديا. نبداو بعدا بالتويتر ديالهم. عندهم الدراري تقريبا 3000 ديال الناس ولا 3000 واحد اللي متبعهم في تويتر. بالنسبه للديسكورد ديالهم هو هذا، عندهم 2000 2000 المهم 2000 2033 واحد اللي متبعهم. الويت ليست كاينين 264 اللي في الويت ليست. صحاب الويت ليست مينت غي مينتيو بواحد فاصلة جوج، و بيبليك سيل غادي مينتيو بواحد فاصلة ستة. الجيم ولا سميتو المينت غيبدا غدا اللي هو نهار 23 في شهر 3. المهم نرجعو للجيم نشوفو شحال غيتمينتا في جينيراسيون زيرو اللي غي مينتيو بالافاكس. في جينيراسيون زيرو غادي تمينتا 10000 ديال السيف. 10000 ديال السيف غيكونو فيهم جوج ديال التايب ولا جوج ديال الراريتي، المهم جوج انواع ديال الشيف ولا جوج انواع ديال، المهم جوج انواع ديال الشيف سوشي غادي نشوفوهم من بعد. بالنسبه للبرايس الدراري، بالنسبه للوايت ليست كما قلنا غيكون 1.2، وبالنسبه للبيبليك سيل غيكون 1.6 افاكس. من بعد فاش غيسالي الجينيراسيون زيرو غتبدا الجينيراسيون واحد اللي غادي تمينتا بالافاكس. المهم غادي نمشيو الدراري للويت بيبر ديالهم وغنشوفوا البلان. اول حاجه هضرين لينا على الجيم، يعني كستوري ديال الجيم في اي لعبه راه دخلتي لها كتلقى واحد ستوري. سوشي شيف ولا الشيفان ديال السوشي ولا الطوهات. فاش غنمينتي وشنو غادي يجي فينا؟ اي واحد غادي يمينتي كاين 90% شونس انه يجي فيه سوشي شيف، وكاين 10% انه يمينتي ويجي فيه شينوبي شيف. الفرق بين الشينوبي والسوشي شيف وان هذا متريني، يعني ناضي بحال قلتي شيف نينجا هذا، المهم راه داير لي ديك الباندا ديال النينجا، وهذا غير عادي يعني مسكين فهمتي ما فحالوش هذا واعر. الفرق بيناتهم ثاني بالنسبه للجيم هو ان هذا كيقدر انه فنيا كيقدر انه ينتج لك 3 ديال السوشي في كل دقيقه، يعني غادي يعني باينه غادي يكون كيفارمي لك كينتج لك اكثر من هذا في السوشي، وغادي يكون غلى منه حتى في الماركت بليس، يعني الثمن ديالو غادي يكون طالع من طبيعه الحال. غادي نمشيو للتوكن. التوكن الايكون ديالو غتكون هي هذه، والاسم ديالو غيكون هو السوشي. السوشي تقدر انك تشري به سميتو تمينتي به في جينيراسيون واحد، وهو اللي غادي تقدر انك تفارميه. سميتو الشيف تولز ولا ادوات ديال الشيفان. الادوات الدراري غيكونوا بحال شكل ان اف تيز ولا ايتمز اللي تقدر انك تشريهم في الجيم، وتقدر انك تطور بهم الانتاج ديالك ولا كتعاون بهم دوك الشيف باش يقدروا ينتجوا لك اكثر. كاينين ثلاثه ديال الانواع اللي كتشريهم ليهم، هادو غيكونوا يعني كيتشراو في الجيم وتقدر انك تبيعهم حتى نتايا في الماركت بليس. المهم هذا السيستيم، يعني غيكون سيستيم ديال البورن ديال التوكن باش يتبورن التوكن شويه. نشوفوا هنايا، هذه هضر لينا على الجينيراسيون واحد وجينيراسيون زيرو بشحال غادي نيميتي وصحاب الويت ليست. هذه ديجا هضرنا عليها. جينيراسيون واحد المهم غادي تكون جينيراسيون زيرو غيكون فيها 10000 ديال السوبلاي، يعني 10000 اللي غادي تمينتا. فاش غيسالي داكشي كامل غادي تبورنا الدراري في جينيراسيون زيرو باش تبدا جينيراسيون واحد. يمكن جينيراسيون واحد غتبدا ب تبدا ب 5000 ديال السوبلاي، يمكن غادي وقيلا غيبداو ب 20000. فكنظن 20000 هي باش غادي ديال السوشي باش غادي تقدر انك تمينتي. جينيراسيون زيرو داكشي اللي غيتمينتا في جينيراسيون زيرو غيمشي كالتالي. 50% غادي تمشي الكويديتي، و 10% غتمشي للكوميونيتي ولا البلاي تو ايرن، و 25% غادي تمشي للديفلوبر باش يطوروا السيت ديالهم والجيم وكذا، و 15% غادي تمشي للتيم. هنا شارحين لينا على شكل خطاط هذاك الشيء كامل، على شكل طبق ديال السوشي ومقسمين علينا كل واحد شحال غادي يدي حقه. هنا الدراري التوكنوميك ديال التوكن توتال سوبلاي
الكويدي تي شحال غادي يكون فيها وكذا. بالاضافه الى السوشي ولا التوكن ديال السوشي غيكون عندنا واحد التوكن اخر للاسم ديالو هو الساكي. هذا الساكي ولا فيه المهم فيه الساكي وكاين برميل ديال الساكي هنايا. 100,000 ساكي يعني غادي تكون في الكويديتي. هاد الساكي الدراري هو بحال قلتي واحد الانرجي اللي كتقدر انك تعطيها لدوك دوك الشيفان باش انهم باش باش كتقويهم شويه باش يقدروا ينتجوا كثر وباش يقدروا يفايتيو ضد الياكوزا. الفكره غتكون كالتالي هنايا. قال لك غتشري الشيف غادي تشريه ومن بعد غادي ينتج لك السوشي. مينت نيو شيف كتمينتي شيفان جديد بالسوشي يعني هادي غيكون جينيراسيون واحد. غتشد داك السوشي ولا دوك السوشي ولا الافاكس المهم حيت كنمنشو بالسوشي والافاكس باش نقدروا نجيبو الساكي ولا نربحو الساكي. هاد الساكي غادي نديرو باش يمكن لينا نقويو دوك الشيفان ديالنا عن طريق تولز وكذلك باش نقويوهم باش يفايتيو ضد الياكوزا. هاد الياكوزا بحال اللي قلتي مرتزقه ولا قطاع الطرق كيجيو لدوك الشيفان مساكن كيحقروا عليهم وكيديو لهم شي حاجه من رزقهم يعني بلان ثاني باش كيتبورنا التوكن. هنايا واحد الوجبات ما فهمتش كيفاش البلان ديالهم هادو الدراري بحال شكل قال لك بحال مراهنه ولا شي حاجه الرهان. المهم دونك ما عندنا ما نديرو بها غير ما فهمتهاش وصافي. هنايا الياكوزا الدراري غيكون في هذا الشكل هذا شوف خونا داير لك كلاوز ديالها ما كاينش غير سير في حاله. كانت الياكوزا الدراري كما قلنا واحد المرتزقه كيجي كيدي لبنادم رزقه ماشي ديما ما عرفش الوقت كيفاش شحال من مره يقدر انه يجي. المهم انه سيستم باش يتبورنا السوشي انا نقدر ندير خونا شي حاجه اكيد لك كنتي مقوي سميتو الشيفان ديالك فما كيقدرش يدي لك بزاف كيدي لك غير شي حاجه قليله ولا يقدر انه ما يديش ما عرفش يعني بالضبط. المهم هادشي اللي كاين بخصوص هاد البلان الدراري هنا هذاك الشيء كامل اللي هضرنا عليه ولا اللي شرحنا غتلقاوه على شكل الخطاط هنايا. المينت والتوكن الساكي الساكي المهم هذا برميل ديال الساكي هنا وقيلا فين كتحط هذاك الساكي وهذوك التولز اللي هضرنا عليهم. فحتى هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. بالنسبه للجيف اوي الدراري خليو لي غير تعليق حول الجيم تعليق ايجابي ولا تعليق سلبي مهم يكون حول الجيم وحول الفيديو وما يكونش خارج الموضوع. واكيد في الفيديو الجاي ولا نهار غادي تحط المنت وغيعطوني داك الفري ان اف تي باش نطيل شي واحد فيكم نختار الفائز ونصيفطو ليه ولا نبيعو ليه ونصيفطو ليه فلوسو اللي بغى ما كاينش مشكل. يلا الدراري بلا ما نطول لكم اكثر من هكا غادي نقول لكم تهلاو فراسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.